ألف مبروك للمصريين، أزف لكم بشرى سارة جدا، فقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في مخالفات البناء، بشرى سارة، وسيتم إعلان اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر في المحليات والأحياء والمحافظات، ويتراوح سعر التصالح في المتر من 50 جنيه ل2500 جنيه. ألف 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 مبروك، ويريد كل الناس تتصالح علشان كل حاجة تخلص وكل الناس تستريح. ومتشكرين جدا يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألف مليون مبروك على فترة رئاسة جديدة تبدأ من 3 أبريل 2024 حتى 2 أبريل 2030. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.